ونيس وانا ما نعاودها سنر خبار عاودها سنخسك In Nederland wonen meer dan 300.000 Marokkanen. De meerderheid van hen heeft een Rifijnse afkomst. De eerste generatie Marokkanen kwam naar Nederland om te werken, geld te sparen, om daarna terug te keren. Ze dachten er niet over na om hun taal en cultuur aan hun kinderen door te geven. دوك مزوا نسني لا ثاوين ثاون خاسيرين كتاز جيجن الثقافه ايا زينو ذا عراقي غاسن الثقافه وحسنش طم غرابشت والتعريفشت يعني الثقافة عاود وحدس يري فين مصبضا نقينا في جي هولندا وتجيب غاسن المشكل الصغان تمازيغ يثار ونسن لا نين غاسن يجن غاسن يجو منس نضن اما نسي غاسن يخسا وتفرنشيخ الدينسن يخسا القيم ديم سرمن اسن صغان دا عرف اسن السنن غان شي حاجه هنا تسمى القران السنن الزرجان هنا المهم ذو ذو ذا من سن هنا ذو ذا من سن الوالدين السؤال اللي ما رانس على الماسن يحنجان اللغه الامازيغيه يعني بوذا اذ علمن شان حاجه تخدين السؤال في الحقيقة يقصح لأن مش نسن يعني خصا بنادم الصغار اللغة العربية باش هذه السن هذه غا خدين ولا إني مش تعتقد خلا خميني توقيعا يطاح بنادم كجن غلط تغير ستيت قمرة واذين إذا عرفت واذين الإسلام نيخ تغير قمرة تغير التمازيخت أخ مواقم بوتسعة تغطى عرفت ما نخصا تغطى الدول نغني مشنو إيران نخ مشنو إندونيسيا نخ تركيا نخ تفذ وكسور نتا عرفت يدروس ذي سنين لا شوية المختصين إلى خيره ولكن الإسلام سن الناس خميني أم غربي دس الصغار إذا عرفت ذي بارا ثار بتتك الشرق الشرق مرتبط نسن من زين من يقن الشرق من يقن يعني الشرق يقن غير ونث غير يعني أخمين السوجد ذا سبريد ما مش غيق غطت الروف الوهابية كذا أي ذرار نريد أي ذهان يبدن أي ذرار نريد أي ذهان يسدن أي ذرار نريد أي ذهان يبدن أي ذرار